بقول لك ايه، يلا انا نكست. ركز في الماتش اللي في ايدك الاول. اظبط نفسك حسن. اموت واعرف بتوقع الوحوش دي ازاي يا معلم. كده يا سكر. بقول لك ايه، هشيل كتير الماتش ده. ماتش ايه؟ المهم الوحش. ما انا اظبط نفسك بقى. ايه ده؟ تعالى. ايه ده؟ هايدرو. انا عارف انه زفت. ستيفا ولا اند؟ يا عم عيب عليك، ستيفا. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بص يا معلم، الستيفا دي تشربها من هنا تخليك اكتف، اما الانديكا تشوف السيري من هنا تقول له حدوني. انا عمري ما حبيت البتاع ده. ولا انا. ما تعرف الكلام ده منين؟ عادي يا عم، اي حاجه اعرفها لازم اكون بحبها. كلامك صح، ما انا حاجتها ابويا ما بحبوش. بيكراش عليا. بصوا زي ما قلت لكم. خلاص نتغدى بكره انا وانتي وهو واكرم وزياد لو اتصالحت. لا طبعا مش هصالحه دلوقتي. ما يجيب صاحبه يخرج معانا. هعمل كده لما يرجع من امستردام. سوري بقى، خلاص ما تزعليش. كنت بكتب، كنتش مصاحبة حد. وليه بتكدبي؟ هم دول مصطحابي؟ زمان أيام كان في بيننا حاجات كومن. وليه ما بقاش بينكم حاجات كومن؟ عشان كلهم حبوا وتحبوا، موضوعهم اتغيرت، بقت هي الحاجات دي وبس. وانت ما حبيتيش ولا اتحبيتي؟ كانش حد بيقرب مني ولا حتى بيحاول. ليه؟ عشان جسمي. كلهم كانوا بيعاملوني اني اخوهم او واحد صاحبهم. ممكن شوقي لو جه وشاف اللي بيحصل ده هيزعل وهيزعل بيسو. مسافر وجاي بكره. بعدين البنت اللي معاه دي تبقى اخت صاحبة ابوه. ابو مين؟ وشوقي؟ شكلك اتسطلت يا معلم. يا ابني صاحبة انكل شوقي. يا عم انا بتكلم على العفش. العفش؟ انت قديم قوي يالا. رايك في الصفقة دي؟ صفقة رايقة الصراحة. انت طالع بيتي ده اول انتاج ليا. زرعت هايدرو؟ يخرب بيتك. وزرعته فين؟ الروف عند ابويا. ولو شافوه؟ يا عم محدش هيطلع فوق، لا ابويا ولا مراته، ولو حد طلع اقول له اكسبيرمنتال فيزيكس. فيزيكس؟ ومال يا ابني الفيزيكس بالزرع؟ يا عم كيمستري. مش عايز تنزل ميه؟ لا بس ممكن نجري. انا شكلي اديت الاندكا الباسم وخدنا احنا الساتيفا. من زمانه نام. انا عايز انزل ميه. زلزال مش عايز تنزل ميه؟ Thank you.
طب ايه اللي كان مزعلك؟ طالما في حد قال لك انه انا ما زعلتش، انا انبسطت وفرحت قوي. جه تاني يوم المدرسه وقال لي انه بيحبني وقلت له وانا ازاي لحقتي تحبيه؟ انا ما لحقتش. تاني يوم كنا سهرانين بنتكلم في الموبايل، بعدين قال لي افتحي الكاميرا عايزه اشوفك. قلت له مش هينفع بهدوم النوم. قال لي عادي، ايه المشكله؟ افتحيها اشوفك. قفليها على طول. فتحتها كام ثانيه بس وقفلتها. ايه اللي حصل؟ بصي، اي حاجه حصلت احنا عرفنا نتائجها، فما تخافيش. احسن هو عاشور؟ لا يا بابي مش هو. خد سكرين شوت وبعتها لاصحابنا. طلع كان متراهم معاهم انه يعمل كده في بكازوزة. طلع كان مسميني كده. ليه ما رحتيش اشتكيتي؟ وضح نفسي يا بابي. قررت اني اخد جنبه بقى لوحدي. طب ليه يا بنتي ما جيتيش قلت لي؟ عشان كنت مستنياك وتسالوني مالك. ما حدش فيكم حس بيا، ما شفتونيش اصلا. انتوا شايفيني زيهم بكزازه، مش ممكن حد يحبني ولا حد يبص لي ولا يعبرني اصلا. انتوا زيهم على فكرة. زهرة سيبيها، سيبيها دلوقتي. الدكتور ما بيقولش حاجة؟ مفيش جديد، الوضع هو هو. ربنا يطمنك عليه يا رب. انت اخبارك ايه؟ انا الحياه من غير عادل ملهاش اي طعم ولا ليها لازم. ساب فراغ كبير قوي، فارقني كده مره واحده من غير اي مقدمات. الفراق فجأة ده صعب، صعب قوي. أنا امبارح دعيت ربنا إنه يرحم كريم. تخيلي تعبت قوي، تعبت قوي من كتر ما أنا معشمة نفسي إنه هيفوق. كل يوم احلم ان انا هدخل عليه الاوضه الاقيه صحي وفاق. مفيش حاجه من دي بتحصل. يمكن
يمكن لو كان يمكن لو كان راح مني مرة واحدة كده كنت أنا مبقتش عارفة أنا حاسة بإيه يا شهيرة. اتعودت على الإحساس ده. بقيت خايفة أوي. ده بقى اللي تعالي يا شهيرة اقعدي معايا عشان نغير مود. علي أنا بجد تعبانة. قولي لي عايزة أعمل إيه؟ متغير للأحسن. مش عارفة للأحسن ولا لأ. هو أصلا ما بيتكلمش مع حد خالص. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا شهيرة؟ ازيك يا عيسى؟ طبعا مش محتاجة أقول لك، لو احتجت أي حاجة أنا موجود. طبعا. متشكرة أوي يا عيسى. إيه الأخبار؟ الدكتور جه؟ آه جه ومشي. مفيش جديد زي ما احنا. عن اذنك. اتفضل. ايه؟ كل البيجز كاتبه ان المرافعه كانت هايله وانك طلبت حاجات كمان. انا طبعا مش فاهماها لكن مبسوطه بيك قوي بجد. ام سو براود اوف يو. أنا اللي فخور بيك يا حبيبتي. طيب أنا أخش أخلص شوية ريسيرشز كده لازم أسلمها وأرجع لكم على طول. الأكل يكون جاهز، أرجوك يا ماما أنا جعانة جدا. أنا كمان والله جعان جدا. ما تخافيش من أي فكرة جت في دماغك. لأنها مش هتحصل. أنا مش خايفة. أنا بطمنك. وحشيتك وقفة المحكمة. عايزة الحقيقة؟ أكيد. آه أنا عارف. بس والله كنت مشتاق إن أنا أرجع عشان أولد. أنا كنت شايفك أنت والولاد. ما كنتش شايف نفسي زي زمان. وأنا مصدقك. أكيد. أكيد. هتجيلك قضايا تانية على حس القضية دي. لا لا لا. انسي الموضوع ده خالص. أنا وعدتك مش هرجع في كلام. أنا كده مرتاح وراضي. لولا بس الظروف والتدبيس أنا ما كنتش وافقت. على فكرة أنا هخلي عيسى يكمل القضية دي. الناس اللي معاك مش هيرضوا. هيرضوا. أنا عارف أقنعهم. أيوة يا سيادة اللواء. زي حضرتك. أه طبعًا. هحاول أعمل كده. هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ مصطفى.